مرحبا مرة أخرى مع بعض. أنا طلال مرتضى كما عودتكم عبر منصة فن ومدن. اليوم كنا في تغطية لفعالية فنية ثانوية، في الكلام بين قوسين فينا نقول إنه هي مناسبة ثانوية. كان معرض فني مشترك لثلاث فنانات نسويات، ربما البعض من قول متابعينا يعرفوا بعض هاي الشخصيات، هي في سيد جابريلا اليوم وسيدة كارين وسيدة إنجريد. طبعا معرض كبير في جاليري، في سيتي جاليري فيينا، واحنا ان شاء الله مستمرين مع بعض وعلى تواصل دائم مع سوس اندرشيتا. متابعة، تحياتي. مرحبا. حقيقة اليوم حضورنا في أحد جاليريات فيينا لمشاهدة تجربة للصديقة النمساوية جابريلا، وتغطية من كاميرا وموقع فن ومدن
للحديث عن تجربة الفنانة الدؤوبة جابريلا. حقيقة أنا متابع لأعمالها. جابريلا تشتغل في مناطق متعددة في مجال اللوحة، وخصوصا هي تعمل في تجارب مختلفة في الواقعي والتجريبي والتعبيري، وأيضا خامات متعددة تعمل فيها في مجال الرسم، أكريليك، ووتر كلر، زيت، ألوان جنسية، وتعمل في مناطق التجريب. لا زالت جابريل مجربة وتبحث على عوالم جديدة في إخراج لوحات فنية، وهي التجربة مالتها اليوم في هاي المعرض الجماعي المشترك. أعمالها تجريبية، تشتغل على خامات متعددة. لاحظ يعني باللوحة الواحدة تشتغل أكثر من تجربة وأكثر من تكنيك، ومستخدمة كولاج وأكل وأويل وأظن خامات متعددة. هاي التجارب اللي يقدمها جابريلا هي عوالم مختلفة من ما تعيشها في الحياة اليومية في كمواطنة أو يعني فنانة نمساوية. طبعا مدرسة جابريلا في جامعة وتخرجت من الفنون. درست جابريلا في ورشات متعددة لفنانين وفنانات أوروبيين ونمساويين، ولا زالت تبحث عن شيء جديد تقوم به. أنا أعتبرها أنه هي بصراحة تجربتها جميلة، وممكن تفوق يعني حتى أي فنان أو فنانة درست في الجامعة. لا زالت تبحث في مشغلها وفي عالمها الخاص بتجارب وصراع بينها وبين اللوحة حقيقة. والحلو ما يميزها أنه هي اشتغلت على تقنيات متعددة، ما اشتغلت على منطقة أو اللوحة مثلا التجريبية اللي كثير ممكن نشوفها من الفنانين تصورها لوحة تجريبية لوحة سهلة، ولكن المنطقة أو الأسلوب التجريبي أو المدرسة التجريبية مدرسة صعبة بالنسبة للفنان، وبالإمكان أنه الفنان يشتغل عليها بعد يعني الوعي الأكاديمي في مجال الواقعية والرسم وسيطرة على الفن الأكاديمي، ومن ثم الانتقال إلى لوحة تجريبية. وإحنا نلاحظ كثير من الفنانين والفنانات هم بعمر متقدم ما قادرين يوصلون لهذه المنطقة، لأنه هذه المنطقة فيها يعني مساحات ومناطق وفضاء وكتل وتوزيع اللون يسهل يعني بالنسبة للفنان، ولكن اللي يتصورها الآخرين أنه ممكن أن أهرب من الفن الواقعي إلى الفن التجريبي وأطلع في عمل فني، وهذا فكر خاطئ وتجربة بالنسبة لهم خاطئة. لكن دائما الفن التجريبي هو الفن الواعي، هو مدرسة من المدارس الأوروبية الحديثة، خصوصا نحن نعيش يعني في ما بعد الحداثة، يعني وصل الفن التشكيلي ما بعد الحداثة، وفن الصدمة وفن الأسرة بصورة عامة اللي يقدم الفنانين سواء في أوروبا أو في الشرق أو في أمريكا أو في أي بلد من بلدان العالم. تجربة جابريلا عن الحقيقة كفن عن تشكيلي أكاديمي معجب بتجربتها، وتحتاج إلى كثير من العمل من أجل أنه أشتغل معها من أجل أنه يكون لها أسلوب واضح. الأسلوب هو مو سهل بالنسبة للفنان أو الفنان، لا زال كثير من الفنانين مهمين للساحة الفنية، ولكن هم لا زالوا ما عندهم أسلوب أو ناقلين، ولكن هي تحاول انه تخرج باسلوب واضح يوضح هويتها كرسامة او فنانة تشكيلية. شكرا، وطبعا شكرا للحبيب الصديق الفنان ايضا طلال وفن ومدن لتغطية
كل الأعمال الفنية اللي تصير في فيينا من أصدقائنا الفنانين المكسويين الأوروبيين والعرب. شكرا جزيلا. فنان ليلى حامد.